لابد من الصدق مع الله. Ary tsika nambara rehefa anaty zany fotoana Islam zany tsika zany mila marina eo anatrehany tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الدنيا هذه الدنيا دار امتحان دار اختبار. Satria tany andalovantsika ity dia tany izay fitsapana fanadinana zany raha andalovantsika ambony tany eto. هل أنت صادق في إيمانك مع الله أو لا؟ نيلما متر فانتانين زان سيكا يابي أبو زهمينو ني الله في تنوي إنو أكمار نفيسا سا ما فان زهم في نوكا زي لأن المسلم إذا كان صادق مع الله سبحانه وتعالى ساتين بينو نكراي رفايزا مار نوي ميزم يفولا فتنا مينو ني الله ثم يصدق مع عباد الله عاريا مار نكوزاني زرفايم ريسك أمنول تزورمتين مار نفو يكون في درجة بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ديا ها ستوير نزاني زيونا تيان الله سبحانه وتعالى أورينا نرو فمنان زاني فالير نزاني ديا ما نار نارك أنروا فمنان سئيرك نالفن الله من تاني. فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي العباد في الدنيا لأن هذه الدنيا دار جزاء دار عمل. كا زين بارن ما تونكوي الله سبحانه وتعالى زان ديا سمايسي ما بندالو تيكا في تسابانا مفتونا تيكا مبنتاني تسميت مندال في تسابانا ياب تيكا ياب ياب النبي صلى الله عليه وسلم نبامنان محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيما مات أبوه قبل أن يولد زاني بامنان زوجان في تسابانا نهازوازيا يز دي تيركا كمبوت زاني بابن زان فان ماتي اللغني تيرك بعد ولادة عليه الصلاة والسلام ماتت الأم وكان زيكو أبرين رسول زان تيركي أفكا فولنا في تفيسي ماتكو مامن كان في كفالة جدي ديا دادابين لو نتيزاني بامنان محمد صلى الله عليه وسلم ثم مات الجد أبيو ماتكو دادابين نتيزازي فكان في كفالة عمي أبو طالب ديا رالحن بابنكو بكونو نتيزازي ومات العم بكوني ماتكو رالحن بابنيو وماتت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها بكوني ماتكو فادن بامنان محمد صلى الله عليه وسلم خديجة مات جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ريو زانك ياب زانك بامنان ياب ياب جن مات ياب تمنين بوفيل النبي عليه الصلاة والسلام وضعوا له في طعامه السم اليهود كوزان ندالتن بامنان محمد صلى الله عليه وسلم ويرو جوسي ديا نمبيس بويز زانا نسقاف مبامنان محمد صلى الله عليه وسلم وضعوا له السحر عاريا نانو فندوزي سكيد زاني أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ميله فندوزي أبزان مبامنان محمد صلى الله عليه وسلم لماذا هذه الابتلاءات تكون للنبي صلى الله عليه وسلم إيم زانا أنتنو في تسابانا يا بياب زان من إيم زانا يا بامنان محمد محازن زي في تسابانا يا بياب حتى نتعلم نحن أن هذه الدنيا دار ابتلاء دار اختبار ننجح أو لا زان هوي زين الله سبحانه وتعالى نمبر دي تي حبا فانت رتيغ تي حبا فانت رتيغ زان هوي نمين بامنان دي ماز في تسابانا دين ديغا زيفا تي تاني اينا تيكا تيكي مهيتش دي تسميت مندال فانا دينا نتيكا مندال فساهيرانا مندال بروبلم ثم الآن الابتلاء إذا نزل بك وكان منك الصبر الله سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني أجور عظيمة عند الله سبحانه وتعالى إذا تصبر عند الابتلاء فانتين إسلام بوسا نمبران رفايي زنان دالوغنا في تسابانا كما هاي ميارت زاني استينا ميارت زاني في تسابانا زي توني الله سبحانه وتعالى أم دي الله ما بانا تيناس فا نفا سوافني والسوء نقول زي محارت زان ديت سيفيتا ني زاني تسفوتاني سزان تسمانا بيت زان تي فا سوافنا هو زنولنا قرأي دي خميارت زان في تسابانا نمين الله نعم